خلف هذا الجمال الرباني الممتد يقف مئات التهاميين العاملين في موسم النخيل الطويل، موسم مليء بالمشقة وتعب الأقدام السمراء الحافية. يعمل أغلب أهل مناطق الريف في الحديدة في زراعة النخيل التي يصادف هذا التوقيت من كل عام موسم جني ثمارها المتعارف عليها محليا باسم المناصف. يبرع البسطاء هنا في هذا العمل الذي يحتاج إلى مهارات عديدة أهمها الصبر، أما بقية المهام فهو أن يتسلق المزارع أشجار النخيل بخفة مستخدما قطعة قماش بسيطة، ومن ثم يقف بثبات في مواجهة ثمار النخيل وجني محصول أشهر طويلة من الزراعة وانتظار الحصاد. موسم جني الحصاد تصاحبه طقوس كثيرة، وبالنسبة للمزارعين فهذا العمل مبهج يصاحبه غناء وأهازيج تهامية متعارف عليها بينهم، وهذا يعود بشكل منطقي إلى منظر التمور المبهج التي تبدو كحبات عقيق ملونة. اليوم في وقت الحصاد حقنا، يعني الموسم حقنا قريب ينتهي، وبعد ما ينتهي الموسم حقنا نقوم نزرع الأرض، نحرثها، نرويها، وبعد ذلك بعد 4-5 أشهر ينور النخيل يطلع. تجميع التمور ومن ثم تنقيتها ووزنها هو العمل الذي يشارك فيه الجميع صغارا وكبارا، وعلى الرغم من أن منظر التمور يبدو متشابها إلا أن هناك العديد من الأنواع والأسماء التي يعرفها من لهم خبرة طويلة في زراعة النخيل. تمتلئ أسواق محافظة الحديدة بالتمور، وعند انتهاء موسم الجني ينطلق المزارعون مرة أخرى إلى بدء موسم جديد من الزراعة والحصاد وعام كامل من الانتظار.